هذا هو برج التبريد، وهو منشأ ضخم يتكون من مخروط ضخم يصل ارتفاعه إلى 200 متر وقطره إلى 100 متر. يستخدم بتبريد المياه الساخنة الناتجة عن عمليات توليد الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الكهربائية والمحطات النووية. أما عن آلية عمله فهي على الشكل التالي: يدخل الماء الحار إلى شبكة من الأنابيب ومن ثم إلى مشتتات داخل هذا البرج، تقوم بتشتيت الماء الحار وخلطه بالهواء البارد القادم من الأسفل، مما يؤدي إلى نقل الطاقة الحرارية من الماء، فيبرد الماء ويسخن الهواء وينتقل الهواء الساخن إلى الأعلى، ثم يقوم البرج بتبريده لاحقا ونقله إلى الغلاف الجوي.